مهرجان بقى اتولد عملاق، مهرجان بقى ليه يعني ثقل في المنطقة. بحب مهرجان الجونة جدا جدا. اهلا بيك يا حبيبتي. ثانك يو. اهلا بيك. الجونة طبعا مكان ساحر جدا، هي مصر كلها فيها حتت ساحرة بس الجونة ليها طابع خاص جدا، وكانت فكرة عظيمة ان يتعمل مهرجان سينما يقام على ارض الجونة. طبعا ده تنشيط للسياحة وفي نفس الوقت مهرجان بقى اتولد عملاق، مهرجان بقى ليه يعني ثقل في المنطقة. والمهرجان كل سنة يعني بتزيد أهميته، في فعاليات كتيرة جدا غير الأفلام ولجان التحكيم، في هابز بتتعمل، في كونفرسيشنز وتكريمات وحاجات كتيرة جدا جدا مش ملاحقين. فأنا بحب مهرجان الجونة جدا جدا. لا والله خالص، انا علشان الايام الموديلنج يعني، وانا بحب اغير في الستايل، ماليش ستايل واحد يعني بريفيربل، بس بحاول على قد ما اقدر يعني البس حاجات انا مرتاحه فيها، وباخد رايي باخد راي بنتي جوزي حبيبه حسن، بنت جوزي ستايلست سوري ديزاينر، شي هاز هير اون لاين يعني ايتش ايفنينج. وبس لا 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 ما بقولش كده. ربنا يخليكي. ثانك يو حبيبتي. اللي جاي فيه مسلسل ان شاء الله مع هاني رمزي اسمه بدون مقابل، وفضل اسبوع ونخلص تصوير ان شاء الله. ثانك يو. ثانك يو.